من العراق. ففي ظل سجال أمريكي إيراني وعراقي، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم بدء عملية تحرير محافظة الأنبار غربي البلاد، وذلك لطرد تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على عاصمة المحافظة، وذلك بمساندة الحشد الشعبي الشيعي. معركة الأنبار ومثلث الاتهامات واشنطن طهران وبغداد، في تقرير نسرين إبراهيم أبو غوش. أعلنت قيادة العملية المشتركة في العراق بدء عملية تحرير محافظة الأنبار غربي البلاد لطرد تنظيم الدولة الذي سيطر على عاصمة المحافظة. وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الحشد الشعبي إن العمليات انطلقت في مناطق شمال صلاح الدين وجنوب غربي تكريت وشمال شرق الرمادي. عمليات لبيك يا حسين، المساحة الجغرافية التي تستهدفها هو تحرير مناطق شمال صلاح الدين وجنوب غرب تكريت وصولا إلى شمال شرق الرمادي. هذه المنطقة الواسعة التي تضم آلاف الكيلومترات المربعة والتي يتواجد فيها الدواعش. ومن جهة أخرى، قصف تنظيم الدولة قاعدة الحبانية الجوية في محافظة الأنبار العراقية بأكثر من 20 صاروخا، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود من أفراد القوات العراقية. وتشترك محافظة الأنبار بحدود طويلة مع محافظة صلاح الدين، كبرى مدنها تكريت، تبعد 160 كيلومتر عن شمال بغداد التي أعلن تحريرها رسميا نهاية مارس من سيطرة تنظيم الدولة. وكشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن النازحين يعانون معاناة كبيرة في ظل عدم توفر الظروف الملائمة لأوضاعهم الإنسانية ونقص المواد الغذائية والطبية الكافية لسد احتياجاتهم، لافتا إلى قلة المساعدات الإنسانية المقدمة للنازحين من قبل الجهات الحكومية والدولية، والتي يأتي معظمها من منظمات مدنية ومتطوعين ومن الحشد الشعبي. وللوقوف على تداهيات المشهد العراقي، ينضم إلينا في الاستوديو الإعلامي والمحلل السياسي السيد خميس أبو العافي، مرحبا بك. والخبير في الشؤون العسكرية أيضا السيد إيلا عليمة، مرحبا بك. بداية، عندما نتحدث عن الشؤون العسكرية ونحن نرى أن قضية الحسم العسكري غير متواجدة في هذه الأيام في العراق، هل يمكن لهذه العملية العسكرية بالفعل أن تحسم العملية عسكريا في الأنبار أو في مناطق أخرى؟ الواقع أنا أشك في احتمال هذه المعركة أن تؤدي فعلا لما تقوله حسم المعركة. يبدو أنه في المعارك الراهنة والحديث عن المعارك المستقبلية أيضا قد يكون من الصعب حسم المعركة. رأينا ذلك في مناطق أخرى أيضا عند في قطاع غزة وفي مناطق أخرى في الشمال، ولكن عندما نتحدث عن حسم المعركة لا أتوقع أن تؤدي هذه المعركة إلى حسم المعركة بشكل كامل ونهائي. ربما ما نراه في المستقبل مواصلة أعمال الكر والفار، المعارك المتفرقة في مناطق مختلفة دون التوصل إلى حسم واضح ومباشر. سيد خميس، عندما نتحدث عن هذه المعارك وكما سمعت الآن في التقرير عنوان هذه المعركة لبيك يا حسين، يعني هناك الكثير من الانتقادات في العراق في الآونة الأخيرة أن هذه المعركة هي معركة طائفية بامتياز يقودها الحشد الشعبي ضد السنة، كيف ترد على ذلك؟ أولا دعني أن أقتبس قول الشاعر الذي قال ذات يوم: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. هذه عنوان الحديث عن هذا الشأن أو حول هذا الملف. إذا أردنا أن تستعيد القوات العراقية النظامية سيطرة على الرمادي والأنبار وهلم جرة، أولا وقبل كل شيء يجب طمس والقضاء على النعرة الطائفية، لأن العراق يجب أن يكون العراق لكل العراقيين وليس فئة تابعة أو مساحات تابعة للشيعة وأخرى تابعة للسنة. هذا أول شيء. ولكن كيف نقضي على ذلك إذا كانت الحكومة بوضوح تسلح العشائر الشيعية وتتجنب فعل ذلك في الجانب السني؟ هذا ينتج عن التطورات، ديناميكية التطورات الأخيرة التي شهدناها في العراق، عندما رأينا أن الكثيرين من الجنود في الجيش النظامي من السنة الذين انسحبوا من ساحة الوغى، من ساحة القتال، تركوا خلفهم الأسلحة، والبعض منهم يقال بأنهم انضموا إلى المنظمة الإرهابية المسمى بداعش. هذا ولد نوع من الشكوك والارتياب لدى الحكومة العراقية تجاه بعض الشرائح في المجتمع السني داخل العراق. ولكن ما أود أن أقوله هنا نقطة مهمة جدا. إن لم تحرك
الولايات المتحدة الأمريكية ساكنا، وإن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية وإن لم يتحرك جميع من يهم الأمر في العراق، فنحن سوف نشهد بسقوط العراق كليا بأيدي منظمات إرهابية إجرامية لا عنوان لها ولا قيادة لها. طيب. لديها مطامح إقليمية ايضا تحلم ببلاد الشام، في 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 سوريا، وربما بلبنان، وهذا الاول الامر هذا سوف تكون تداعيات سلبيه حتى على الملف اليمني السعودي. طيب وصلت الفكره، سنعود للملف اليمني تحديدا، ولكن سيد عليمة عندما نتحدث عن هذه التحركات التي تحدث في الاونه الاخيره وانسحاب الجيش العراقي، كانت هناك تصريحات واضحه للعديد من المسؤولين الامريكيين حول ان لا توجد العزيمه لدى الجيش العراقي في القتال، كيف يمكن بدايه ان يؤثر ذلك على مجريات القتال، وهل يمكن بالفعل ان نعزو هذا الفشل لهذه العزيمه؟ نعم، استمعنا الى اتهامات مباشره من قبل وزير الخارج الدفاع الامريكي شتون كارتر الذي قال نستطيع نقل او تسليم الاموال وتزويد الجيش العراقي بالاموال، ولكن لا نستطيع اعطائه روح القتال كما قال. وهذا يبدو لي ان هذه التصريحات تاتي من الجانب الامريكي، يبدو لي ان هناك نوع قد تثير الغضب في الجانب العراقي وبشكل عام في الجانب العربي، لاننا علينا ان نتذكر التاريخ القريب وكيف وصل العراق الى هذه الحاله. تحدث السيد خميس عن انه يجب التخلص من الطائفيه، ولكن في الواقع العراق لم تعد دوله موحده خارج التقسيم الطائفي، ولذلك عندما نتحدث عن روح القتال، انعدام روح القتال فعلا هو نتيجه مباشره لما حدث في السنوات الاخيره في العراق. ولكن تشكيل هذه الميليشيات، الحشد الشعبي، العشائر السنيه وغيرها من المسميات، يعني كتائب زينب وكتائب عائشه وما تريد، يعني مسميات لا تحصر ولا يمكن العد او الحولها. السؤال الذي يطرح هنا، هل يمكن بالفعل لهذه الميليشيات الطائفيه والتي يسميها البعض بميليشيات طائفية بغيضة أن تقدم الجيش العراقي، أن تجعل من هذا التقدم أمر فعلي؟ يعني يقول بعض العراقيين لو كان هناك تقدم بفعل هذه الميليشيات نحن سنقبل بهذه الميليشيات. السؤال هنا من الجانب العسكري، هل يمكن القول أن هذه الميليشيات بالفعل أنا شك في أن ينجح أو تنجح هذه الميليشيات في تكوين جيش نظامي قوي له القدرة على مواجهة قوات التنظيم، تنظيم الدولة الإسلامية. لا أعتقد أن هذه الميليشيات ربما قد تحقق بعض الإنجازات الهامشية الصغيرة وتواصل ما سميناه بمعارك الكر والفر، ربما تستطيع، ولكن حسم المعركة بهذه الطريقة لن يتم. ولذلك الاتهامات، الولايات المتحدة تتهم الجيش العراقي، ومن الجانب الثاني الولايات المتحدة لا تريد خوض هذا المستنقع العراقي من جديد، ولذلك هذه الأسئلة لا تزال مفتوحة. طيب سيد خميس، تحدثت عن توحيد العراق ويجب نبذ الطائفية وما إلى ذلك. طيب يتساءل المواطن العراقي في السنوات العشر الأخيرة على الأقل، يعني يقول لك حكومة المالكي والآن حكومة حيدر العبادي تهمش السنة، حتى أن العشائر السنية قالت بوضوح مشكلتنا ليست مع داعش، مشكلتنا مع فساد الحكومة. مأساة الشعب العراقي ومأساة العراق تكمن في نظام النور المالكي الذي فعلا سعى إلى التمييز، إلى اعتماد سياسة التمييز ما بين الشيعة والسنة. هنالك من يقولون بأنه تجاهل كليا السنية وكأنهم غير موجودين كليا، مجرد هواء سراب، وتمحور وجل اهتمامه كان تجاه الشريحة الشيعية في المجتمع العراقي. واليوم ما نشهده نحن في العراق هو من تداعيات هذه السياسة الظالمة التي أوصلت العراق إلى مستنقع القتال الدامي الذي سوف يؤدي. فعلا أنت حدثت على إمكانية وحدة صفوف العراق لمواجهة أكبر خطر عرفته دولة عربية إسلامية، وهو هذه المنظمات الإرهابية المسمى داعش. ولكن أنا أدرك جيدا بأن العراق بات اليوم بفعل فاعل دويلات، هنالك من الأكراد وكذلك الشيعة والسنة وطوائف أخرى، يعني برزت على طفت على سطح الواقع العراقي، لم تكن في الماضي موجودة كليا. ما هو مطلوب الآن؟
صدق يعني أشتون كارتر عندما قال نستطيع أن نزود الجيش العراقي بالأسلحة والعتاد والأموال، ولكن لا نستطيع أن نزوده بالعزيمة وبروح القتال. والولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة كبيرة جدا، حتى وإن رغبت وحتى إن أقدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما على تغيير سياسته ونهجه فيما يتعلق في العراق، ووافق على إرسال الجنود الأمريكيين إلى العراق، وهذا لا أراه يعني واقع ملموس. حتى في هذا الحال أو في هذا السيناريو أنا لا أرى جنود مسلمون في الوضع، لا جنودا مسلمين في هذا الواقع يحاربون تجاه مع إلى صف إلى إلى جانب إلى جانب وإلى صف وفي صفوف الأمريكان ضد ما يعرف بالمنظمات الإسلامية، وكأن هنا يعني أنت تساند جنود قفرة تجاه جنود مسلمين. طيب دعنا هذا السؤال. يضم إلينا الآن عبر الهاتف من العراق سيد سامي ريكاني محلل سياسي. سيد سامي، يقول سيد خميس أبو العافية هنا لو أرسل الجيش الأمريكي وهذا السيناريو بعيد الأمد والتخيل أيضا، لن يحارب العراقيين إلى جانب هذا الجيش ضد إخوانهم العراقيين أو العرب عامة، هل يمكن القول أن هذا السيناريو واقعي فعلا؟ حقيقة لا أعتقد بأن المخطط الذي يجري في العراق وأن هناك محاولات باعتقاد هي توريط أمريكا في الآونة الأخيرة واتفاق باعتقاد أرك هذا أن اتفاق إيراني ربما أيضا روسي جانب المعارض للتدخل الأمريكي في المنطقة، لأن هناك اتصالات أو مخططات مع تركيا وأمريكا وأمريكا وسعودية، وهذه المخاوف حول الاستراتيجيات الإيرانية المرتبطة بالمنطقة الرئيسية لأمريكا وهي روسيا، تريد توريط أمريكا بأن تدخل في المنطقة العراقية. لذلك فباعتقادي أن أمريكا تفهم أو تتفهم ما تصبو إليه السياسات والاستراتيجية في المنطقة. لا أعتقد بأنها سوف تدخل الجيش العراقي الجيش الأمريكي في معركة استنزاف اقتصادي وبشري بحيث تؤدي إلى توريط أمريكا انسحابها كما انسحبت في سنة 2011، أدت إلى صعوبة العودة مرة أخرى. فالوضع الأمريكي باعتقادي الآن موقف جيد بالنسبة لسيطرته على الاستراتيجيات المنطقة وضبطه للميزانية ما بين الصراع الذي يدار المثلث التركي الإيراني العربي حول المنطقة، ومن خلال سيطرة داعش على المنطقة وتعامل أمريكا بحكمة مع داعش للتوازن أو لإيجاد توازن بين هذه المصالح تلك الجهات هذا المثلث وربطها بما تبغي إليها وما ترمي إليها من واقع واستراتيجيات تريد على المدى البعيد أن على طيب سيد أمريكاني ابقى معي لو سمحت، ابقى معي لو سمحت. يعني تحدثت عن سياسات الولايات المتحدة، أريد أن أتوجه الآن عبر سكايب إلى مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي السيد توم حرب، مرحبا بك معنا. تحدث سيد أمريكاني عن المصالح الاستراتيجية الأمريكية، هل يمكن القول أن المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الوضع الحالي في الشرق الأوسط وفي العراق تحديدا هي ما تريده بالفعل، وأن الأمر هو مرض من الجانب الأمريكي ومن قبل القادة الأمريكيين؟ لا بالفعل، هنا في الولايات المتحدة قسمين من النظريات. النظرية الأولى هي نظرية الإدارة الأمريكية وما تفعله اليوم تعتبره نجاحا تاما، أما النظرية الثانية هي نظرية الكونغرس الأمريكي الذي يمثل أغلبية الشعب الأمريكي وهو يختلف كليا مع سياسة الإدارة في الوقت الراهن. فلذلك الأمر يعتبر الكونغرس بأن سياسة الرئيس أوباما سياسة فاشلة في الوقت الحاضر في العراق، وأن إيران تتدخل أكثر وأكثر في السياسة العراقية. فلذلك الأمر النتيجة على الأرض لم نشاهدها إيجابيا لمصلحة الأنبار أما بشمال العراق. نعم، ولكن سيد توم، يعني عندما تقول أن هذه السياسة هي غير ناجحة وغير ناجعة والكونغرس يريد أن يقدم البدائل، ما هي البدائل؟ يعني إرسال الجنود إلى العراق هو سيناريو بعيد أو كارثة أمريكية ربما لن تعود أمريكا وتقدم عليها مرة أخرى؟ لا، البديل عند الكونغرس الأمريكي بأن يكون جيش عربي مكون من مصري وأردني وربما خليجي لتدخل لاسترجاع الأراضي السنية من احتلال داعش والنصرة وما هنالك هذه المجموعات،
وهو الجيش الوحيد الذي يقدر أن يحقق الانسحابات وإعادة الأراضي التي احتلتها داعش بتغطية دولية ومساعدة عسكرية أمريكية. فهذا يعتبر نجاحا، لأن اليوم الحشد الشعبي من قبل حكومة بغداد هو حشد شيعي، ومثل ما نلاحظ اليوم بأن الحشد يسمونه لبيك حسين. فهذا تروح طرح غلط كليا، ومعناته مجازر أثنية عرقية دينية بين السنة والشيعة، وهذا ما يتبناه اليوم ويريده النظام، نظام الملالي في إيران. طيب وصلت الفكرة سيدي. سيد أمريكاني من العراق، سؤال يعود إليك، يعني يقول لك هذا النظام الحالي وهناك رغبة بإشعال النار الطائفية والفتنة الطائفية في العراق، كيف ترد على ذلك؟ نعم، باعتقادي أن الفتنة الطائفية هو الطريق إلى تحقيق المخططات. لطالما ذكرنا على هذه القناة المراحل التي سوف تمر بها المنطقة لكي تتهيكل وفق استراتيجيات ووفق مصالح الدول المتصارعة على المنطقة وعلاقتها بالصراع الآخر الثلاثي العربي التركي الإيراني في المنطقة، وأيضا وجود داعش باعتبارها هي التي تأخذ مددها وهي الفاعلة على الأرض والتي تتقلب الموازنات وتعمل بالوكالة وتستفيد من هذا الصراع، ومرات تستفيد من مرات تستفيد من العرب، ومرات تستفيد من إيران بأن تترك الساحة بعض الساحات كما الرمادي وكما الموصل وأيضا في سوريا تركتها لكي لا يكون هناك تواجد للمخطط الذي يبغي إليه التوافق السني التركي مثلا العربي أو الأمريكي، بحيث لا يكون هو البديل، لأن ذلك البديل سيكون نظاميا ثم ستنقسم المنطقة وسوف تحول دون وصول إيران إلى برنامجها وانسدادها إلى العمق العربي، وخاصة التواصل حول الربط هلالها الشيعي في المنطقة. وكذلك أيضا تركيا لها برامجها في المنطقة ولا تريد أن تسيطر لها استراتيجية في سوريا وفي العراق وتعتبر أهدافها في العمق الإسلامي خاصة العربي السني، فهو البديل بعد غياب دور مصر وكذلك ضغط الدول الخليجية، والتي اضطرت الدول الخليجية أن تتحالف في الحملة الأخيرة بعد أن وقف في وجهها في بعد المد الإسلام الوسطي في مصر وباقي الدول التي مرت بالربيع العربي، وأدت مواجهة تركيا والسعودية إلى سقوط هذه الحكومات واسترجاع الدكتاتوريات. فهناك استراتيجيات وهناك توازنات وهناك عدة صراعات في المنطقة وضبطها من قبل أمريكا بحيث بالوكالة تعمل بدون أن يكون هناك استهداف اقتصادي. وصلت الفكرة سيد سامي أمريكاني محلل سياسي من العراق، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك. عودة إليك سيد توم حرب، تعقيب على ما قلت والسؤال الذي يطرح عقب هذا الكلام تحديدا، لماذا يبعث التحالف العربي بقواته للقتال في العراق والموت ربما كما فعلت الولايات المتحدة، وكان هناك تجربة وكان هناك سيناريو واضح قبل ذلك؟ لأنه نظام داعش نظام راديكالي عنفي، وهذا الاعتدال السني العربي لا يرضى به حتى على أهله السنة في مناطق يسيطرون عليها. فلذلك الأمر عليهم واجبات، إما أن يحاولوا دفش داعش من هذه المناطق، أما المشكلة ستقع عليهم في القاهرة وفي عمان وفي عدة عواصم عربية، فأما يقاتلوها في مدنهم أما يقاتلوا. نعم، يبدو أن الاتصال انقطع. على كل حال، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسط سيد توم حرب، شكرا جزيلا لك. عودة إلى ضيفي في الاستوديو ومعك تحديدا سيد خميس، يعني كما رأيت هناك نوع من الاختلاف في وجهات النظر، هناك من يريد إرسال قوة عربية للعراق، الولايات المتحدة لا تقبل في ذلك في نهاية المطاف ولكنها مستفيدة، يعني كما تقول بعض الآراء العربية تحديدا. كيف ترى هذه النقطة؟ هل تستفيد بالفعل الولايات المتحدة من بيع السلاح ومن الترويج ومن كل هذه الأمور على حساب الشعب العراقي؟ الخاسر الأول والوحيد هو في كل الأزمات والملفات الموجودة اليوم في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في اليمن وفي العراق وفي سوريا، هي الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، لأن الغرب يستبدل منطقة آمنة مستقرة نوعا نسبيا إلى منطقة تعمها القلاقل والفوضى
وكذلك الاضطراب الأمني والسياسي. ولكن سيدي يعني حاليا العرب هم الذين يقتلون في سوريا، يعني أكثر من 210 ألاف قتيل، الحرب الأمريكية أيضا على العراق أكثر من نصف مليون قتيل، واليوم يعني الألاف من القتلى. الولايات المتحدة والدول الأوروبية كما الملف السوري، الملف السوري هو ملف يندرج في إطار مؤامرة دولية أرادت الإطاحة بالنظام بشار الأسد، ولكن تحول السحر على ساحر، واليوم بات الغرب يدرك جيدا بأن بدلا من نظام الأسد سوف تأتي منظمات إرهابية لا ليس لديها وازع من ضمير. هذه المنظمات الإرهابية المسمى تحت كل مسميات جبهة النصرة وجبهة مش عارف إيش، هذه منظمات سوف تشكل خطرا على الاستقرار منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الابن المدلل للولايات المتحدة الأمريكية وهي إسرائيل. الحديث يطول حول سوريا ولكن سنناقشها في وقت لاحق. على كل حال السيدة إيال عليمة، يعني عودة إلى الشؤون الاستخباراتية، عودة إلى الشؤون العسكرية، يمكن القول أن محافظة صلاح الدين المتاخمة لمحافظة الأنبار كانت قد وقعت بأيدي تنظيم الدولة الإسلامية وتم استعادتها، واليوم نحن بصدد شيء مشابه في الرمادي، ولكن في نهاية المطاف الميدان العراقي هو ميدان لا يكل ولا يمل، يعني داعش يكر فر ويكر هنا ويفر هناك، وفي نهاية المطاف الجيش العراقي لا يستطيع أن يحكم سيطرته. ما هو السبب الرئيس في ذلك؟ وليس فقط الميدان العراقي، عندما نتحدث عن العراق لابد من النظر إلى الشرق الأوسط بأسه وإلى المنطقة بأسها، وما رأيناه حاليا من جدل في الاستوديو بين، أنت أشرت إلى التخالف بين المواقف المختلفة، هذا يدل في الواقع ميدانيا على الأمور في منطقة الشرق الأوسط. لذلك العراق هي جزء من هذه المنطقة، وما يحدث في العراق يحدث في اليمن ويحدث في سوريا، وفي نهاية الأمر داعش يستغل هذه الفوضى، يستغل عدم الاستقرار، يستغل الحقيقة بأن الخارطة التي عرفناها خلال القرن الأخير قد تفككت، لم تعد قائمة، هذه الدول لم تعد قائمة، وإلى هذا الفراغ يدخل داعش ويستغل ذلك عسكريا لمصالحه. يعني بعبارات أخرى، السؤال الذي يطرح هنا، يعني كما قال سيد خميس أيضا، إذا لم تحل مشكلة سوريا واليمن لن تحل مشكلة العراق. السؤال الذي يطرح، إذا كان هذا الأمر يعني يعيه أو تعيه الاستخبارات الأمريكية والأوروبية وما إلى ذلك، هل تعتقد بذلك أنها تفتح هذا الصراع برمته وعلى مصراعيه عندما لا تدعم مثلا الرئيس بشار الأسد في سوريا؟ في نهاية الأمر هناك تباين بين، علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن هناك سياسة أمريكية تعمل وفقا لمصالحها كما تراها، وهناك مصالح واضحة، وقد حدد ذلك الرئيس أوباما، وتقضي هذه السياسة بأن التدخل قد يكون محدودا، الولايات المتحدة قد انسحبت من هذه المنطقة ولا تريد العودة إلى هذه المنطقة، وتكتفي بنوع من التدخل الجوي الذي لا يعني شيئا في الواقع، ونرى أن هذا التدخل لا يستطيع تأثير أو حسم المعركة. لذلك الولايات المتحدة والرغب يواصلون هذه السياسة التي تقضي بالتدخل المحدود ومواصلة هذه النزاعات. طيب، مطلوب تعاون إيراني سعودي عربي مصري لإعادة النظر في كيفية معالجة ومواجهة كل التحديات العربية، التنسيق خدمة للملف العربي الشامل. إن لم يكن هناك تعامل ما بين إيران والسعودية، أنا سمعت بأن إيران على أهبة الاستعداد للتنسيق والتعاون مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، إلا أن المملكة العربية السعودية ترفض ذلك رفضا قاطعا. أنا أعتقد بأن مصلحة العالم العربي اليوم تحتم على المملكة العربية السعودية الإذعان للمناداة من قبل إيران للتنسيق والتعاون لمواجهة أكبر تحدي وأكبر خطر يواجهه العالم العربي والإسلامي المسمى باسم منظمة داعش، التي أنا أعتبرها منظمة إرهابية إجرامية جاءت لقتل الإنسان والإنسان العربي المسلم. ولكن عندما تتحدث، يعني سيد خميس دعنا نكون واضحين، عندما تتحدث عن الإذعان لهذه الدعوات الإيرانية، هذا يعني بالضرورة أن إيران تباهت بسقوط 4 عواصم عربية بيد المد الشيعي، هذا أيضا يدل على تنفيذ المصالح الشيعية. انظر إلى العراق، يعني لبيك يا حسين، لو كان هناك اسم مشابه مثلا للقوات السنية بحملة عسكرية ثأرا لأمنا عائشة أو لبيك يا عائشة أو أي شيء من هذا المثال، ألم تكن الدنيا ستقوم ولن تقعد؟ لبيك يا حسين، هي أول شيء أنا أقول، أنا كمسلم سني أقول لبيك اللهم لبيك، أولا الله سبحانه وتعالى. طيب،
هذا صوت يعكس مدى عمق التآمر والفتنة التي يمر بها ويعيشها العالم العربي المسلم. لذلك نحن علينا العقلاء في العالم العربي تجاوز ذلك والتفاعل مع هذه. ولكن من يمول هذا؟ يعني من يمول الحشد الشعبي والميليشيات الشيعية هي إيران في نهاية المطاف، والتعاون مع إيران أي الجلوس مع إيران إلى المفاوضات هذا يعني الإذعان أيضا للحشد الشعبي والإذعان لهذه الطائفة. أنا أقول بأن إذا كان هنالك شك تجاه إيران، وأنا بالطبع لا أؤيد السياسة الإيرانية، هنالك شك تجاه إيران، يجب الجلوس إلى مائدة المفاوضات مع إيران لإيجاد مخرج يرجي جميع الأطراف. أنا أعتقد بأن كل الأمر هذا مربوط إلى حد كبير الملف النووي الإيراني. السعودية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من على منصة الكونغرس الأمريكي قال بأنني هنا عندما جئت لكي أسمع صوتا رافضا لامتلاك قدرة نووية من قبل إيران، فأنا أسمع أيضا صوتا عربيا خليجيا يرفض المسعى الإيراني لامتلاك قدرة نووية. أنا أعتقد بأن كل هذه الملفات شائكة ومتشابكة في بعضها بالبعض. التقاء المصالح الإسرائيلية العربية. سيد أيال الكلمة الأخيرة. التعاون مع إيران يبدو مستحيل في هذه الظروف، حيث تحارب العربية السعودية الحوثيين الموالين لإيران في اليمن. لا أرى كيف يتم مثل هذا التنسيق بين كل الأطراف المتنازعة. ولكن عندما تتحدث عن هذا باقتضاب، يعني هل يمكن في نهاية المطاف حسم هذه العملية العسكرية باقتضاب لو سمحت؟ لا إطلاقا لا، نحن لسنا في مرحلة حسم المعارك، ليس في مناطق أخرى وليس في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص. حدودها ومنعت الفلول المسلحين الإجراميين من العبور عبر حدودها إلى سوريا وغير سوريا، أنا أعتقد بأن هذه تعتبر ضربة قاسمة لهذه المنظمات الإجرامية. ولكن ما هي تتحقق هذه الاحتمالات؟ سنتابع ونواكب ذلك. شكرا لك سيد خميس أبو العافي، شكرا لك أيضا سيد يال عليمة.